بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صحيح الترغيب والترهيب، تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. رحمه الله. الترهيب من الزنا سيما بحيلة الجار والمغيبة، والترغيب في حفظ الفرج. والترغيب في حفظ الفرج. نعم. هذه الترجمة أيها الكرام الفضلاء يحذر فيها المصنف رحمه الله من الترهيب من الزنا عموما، ومن أن يستحل الرجل حليلة جاره عافانا الله وإياكم، ويرغب في أن يحفظ الإنسان فرجه. قال صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر هذا أن الإنسان يعني يزني بحليلة جاره. وقال: من حفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. وقال: وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. والآن نلج إلى ما انتقاه المصنف من الأحاديث في ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي يرحمكم الله، أسلم في محرم من العام السابع في فتح خيبر، روى 5374 حديثا. قدم المدينة يرحمكم الله، قدم المدينة فوجد النبي بخيبر فذهب إليه، وقد تمت الغزوة وقسم النبي له وأسهم له عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن أبا هريرة أسلم على يد الطفيل بن عمرو. الطفيل بن عمرو هو الذي له الفضل في إسلام قبيلة دوس، وكان مقلا في الرواية الطفيل بن عمرو الدوسي. فنسأل الله أن يجعل كل مراه أبا هريرة في موازين حسنات مين؟ الطفيل بن عمرو. كما أن إسحاق بن راهويه الحنظلي رحمه الله هو الذي قال: من يجمع لنا كتابا عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ فانبر لها البخاري فجمع. وهكذا الإنسان يلقي الفكرة مخلصا لله عز وجل، والدل على الخير كفاعله. نعم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. لا يزني، لا يزني، هنا لا هنا نافية وليست ناهية، ويزني فعل مضارع مرفوع بالضم المقدرة على آخره، لأن الفعل معتل الآخر. الزاني فاعل مرفوع بالضم المقدرة على آخره، الأولى منع منها التعذر، والثانية منع منها الثقل. الزاني كالقاضي، ممكن تقول القاضي الزاني، لكن فيها إيش؟ فيها ثقل. أما الأولى فيها تعذر، فيها 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 تعذر. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قيل: ترتفع عنه ظلة الإيمان وينقص بها، ولا يخرج من الملة إلا إذا استحل الزنا. وقال صاحب العقيدة الواسطية وغيره الطحاوية قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب فعله ما لم يستحله. يعني شرب الخمر، زنى عفا الله وإياكم، لا نستطيع أن نقول هو كافر، إلا أن يقول إن الزنا حلال عفا الله وإياكم، أو إن الخمر حلال عفا الله وإياكم. ثم ليس نحن الذين نكفره، بل أهل الحل والعقد ومن لهم الفتية بإقامة الشروط وامتناع الموانع. لكن هذا الحديث دلالة، وهذا ضابط من ضوابط الكبيرة من الذنوب. كبيرة الذنوب كما ذكر الطحاوي هو ما صدر بلعن أو طرد أو غضب أو نقص إيمان أو قول ليس منا أو حد في الدنيا أو توعد عليه بالنار فين في الآخرة. هذه سبعة ضوابط في مسألة ضابط الكبيرة، كيف نعرف أن هذا الفعل كبيرة. فلما قال فنفى عنه الإيمان، لم ينفي عنه أصل الإيمان، إنما نفى عنه كمال الإيمان. نعم. ولا يسق السارق حين يسق وهو مؤمن. الله يعافينا. هذا كله دلالة على كبيرة الزنا وكبيرة السرقة. نعم. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نعم. رواه البخاري ومسلم. متفق عليه. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي الذي ساقه في الميزان أثقل من أحد، رضي الله عنه وارضاه، من السابقين السبعة الأولين الداخلين في الإسلام، صاحب السواد والسر، والذي كان يدخل على النبي من غير استئذان. يقول أبو ذر: لما قدمت ظننت أن ابن مسعود من أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله
وصحبه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود. وعن عبد الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. نعم. الطيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا فيه دلالة على مسألة احنا ذكرناها كثيرا في دراستنا للشفاء للقاضي عياض، وهي مسألة الردة. وهي مسألة ايش؟ الردة. لا يحل، هذا فيه دلالة على حرمة دم المسلم، دم امرئ مسلم. الإضافة تدل على العموم، كل من كان مسلما صغيرا أو كبيرا، مولا أو حرا، ذكرا أو أنثى، عربيا أو أعجميا، كل ما هو مسلم، كل من شهد أن لا إله إلا الله بشروطها. لا، قال لا يحل دمه إلا بإحدى الثلاث. الثيب الزاني. ما هو الثيب؟ الثيب هو الذي سبق له الزواج ذكرا كان أو أنثى ثم زنى، وهذا ثابت بالسنة وثابت بالقرآن منسوخ التلاوة باقي الحكم. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهذا رد على من ينكر حد الزنا، حد الرجم، هذا رد عليه. الآية موجودة وهي منسوخة التلاوة، باقية الحكم. والنسخ ثلاثة أنواع: نسخ حكم وتلاوة، ونسخ تلاوة وبقاء حكم، ونسخ حكم وبقاء تلاوة. وهذا أمثاله كثير في القرآن. أعني الثالث. أما الثاني كما في حالتنا: والشيخ والشيخة إذا زنى يفرجمهما البتة. ومثاله أيضا: خمس رضعات مشبعات يحرم، كانت آية موجودة في القرآن، خمس رضعات مشبعات يحرم، فنسخت تلاوة أي رفعت وأزيلت، وبقيت ماذا؟ وبقيت حكما، وأكدتها السنة، وأكدتها السنة. ورجم النبي ماعزا، ورجم النبي الخثعمية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورجم الصحابة معه رضي الله عنهم وأرضاهم. والذي يزني وليس ثيبا، لم يسبق له زواج، فإنه جلد مئة وتغريب عام. قال ربنا تبارك وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا لمن؟ هذا في حكم من؟ هذا في حكم من لم يكن ثيبا، فإنه يجلد مئة ويغرب عام. نعم. لا مانع من ذلك، إن رأى ولي الأمر ذلك لا مانع، لا حرج. فهنا الثيب الزاني، والنفس بالنفس، يعني الذي قتل ماذا؟ الذي قتل نفسا قتلا عمدا ففيه القصاص، إلا أن يعفون، إلا أن يعفو أهل الميت، إلا أن يعفو أهل الميت ويأخذون الدية. والقتل أنواع: القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ. وهذا يقرره القاضي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا حكم ماذا؟ حكم الردة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها. عائشة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. وعن عائشة. عائشة الحميراء رضي الله عنها وارضاها بنت أبي بكر، روت 2210 أحاديث عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تزوجها النبي وهي بنت 90، ومات عنها وهي بنت 18 الحصان الرزان المبرأة من فرق السبع الطباق رضي الله عنها وعن والدها والدتها وإخوتها. ما من أسرة أسلم كل أهلها إلا أسرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان. هذا معنى الثيب الزاني. هذا معنى إيش؟ الثيب الزاني. نعم. زنا بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. هذه حد الحرابة الذي ذكره الله عز وجل في سورة إيش؟ المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية
هذه أحكام الحرابة، نعم، وهذا باب خاص في الفقه في القصاص والحدود، نعم. أو يقتل نفسا فيقتل بها. أيوة، يقتلها عمدا، نعم، فيقتل بها، نعم، بها فقط. ولذلك قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يتعجب بعض الجهلة كيف في القصاص لنا حياة، لأن الناس في القديم، بل موجود في بعض القبائل في بعض بلاد المسلمين، أنهم يستمر الثأر فيهم حتى يستأصل كل العائلة، صح ولا مو صح؟ قتلوا نقتل منهم، قتلوا نقتل منهم، قتلوا نقتل منهم، قتلوا نقتل منهم، وهكذا حتى يستأصلوا شأفة العائلة كلها، وينتقون أفضل من في العائلة، يعني المبرز فيهم من حيث المكانة والوجاهة والجمال والجبد، أنهم يعمدون إليه فيقتلوه. فلذلك القصاص كان حياة ولا ما كان حياة؟ كان حياة. خلاص القاتل يقتل، النفس به بالنفس، فتطيب نفوس كلش كل الناس بعد ذلك، فيمتنع فيهم ماذا؟ يمتنع فيهم القتل. وأنا والله كنت في دولة من الدول ولا أنسى هذا المشهد، تحت العمارة التي نحن فيها، تحت العمارة التي نحن فيها كان في كده كشك صغير يبيع خبز، سبحان الله، وإذا بهذا الولد سبحان الله جاء ليشتري الخبز، وهذا الذي أتاه بالساطور وأخذ له رأسه. الله يا أخوان سبحان الله، إحنا صغار في ذلك الوقت نزلنا نشتري الخبز يعني زي أي ناس بتشتري. هذا المنظر المروع العجيب، الأذن قطعت وظلت تفرفر 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 حتى سكنت، سبحان الله. والله قطعت من فين؟ لما ضربوها هنا فقطعت إيش؟ الأذن، سبحان الله، وظلت تتحرك 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 لما فيها من هذه الروح لحد ما سكنت وانتهت. يعني كان منظر الإنسان ما ينسى إلى يوم الناس هذا، والكلام ده قبل فوق الكم، فوق الأكثر من 30 35 30 سنة، نعم، صغار أبو 8 17 سنين ذاك الوقت، شيء يعني عجيب. وهكذا لما ما إحنا ما نعرف إيش الموضوع ولا نعرف إيش الثأر وما الثأر وكذا، لما كبرنا عرفنا هذه القصة، إن هذول قتلوا منهم ودول قتلوا واستمر. لكن لما يكون في قصاص، ولذلك هذه الشريعة ما نزلت إلا ليحيى الناس، ما نزلت هذه الشريعة إلا ليحيى الناس يا إخوان. بعضهم يقول لك يا أخي إقامة الحد وتجيبون السياف وإيش هالهمجية؟ كلا والله ما هي همجية، ما هي همجية أبدا. الآن قبائل ضاربة في جذور التاريخ في بلاد المسلمين في كل مكان، والثأر فيهم إلى يوم الناس هذا ولم يتوقف. لكن لما تقام الحدود يأمن الناس، يعيش الناس، ترغم أنوفهم جميعا لقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا. يا نعايا، نعم، هو على كل حال يا بغايا العرب، اضبطوا التصحيح، انه النبي وش قال؟ اني اخاف ما اخاف عليكم الزنا. فيتكلم على مين هنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ سيتكلم على البغايا، نعم، نعم، جمع بغي، نعم، تفضل. يا بغايا يعني؟ ايوه الاقرب انها بغايا، وان كان لما قال يا نعايا اي ينعيهم النبي لفساد ماذا؟ لفساد فعلتهم، نعم، فعل هذا وهذا، والأقرب يا بغايا العرب، نعم. يا بغايا العرب، نعم. يا بغايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. الله يعافينا، نعم. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادى. وهذا الآن وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، ففتحها من علامات القيامة في اليوم الآخر، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فتفتح السماء أيضا نصرة لأنبياء الله تبارك وتعالى، وتفتح السماء أيضا بهذه المواطن الجميلة. هناك مواطن صح الحديث فيها تفتح فيها السماء، هذا موطن منها في ثلث الليل إيش؟ الآخر، فلا يضيع منك هذا الوقت. متى ثلث الليل الآخر أيها المبارك؟
ثلاث ساعات قبل أذان الفجر. الفجر الآن يؤذن كم؟ خمسة، يعني من الساعة الثانية إلى الخامسة هذا وقت السحر، ثلث الليل إيش؟ الآخر، يقسم الليل أثلاثا هذا الوقت، هذا واحدة. أيضا عند قولك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال عجبت لها، فتحت لها، عليكم السلام، فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها إيش؟ أبواب السماء. أيضا عند الزوال عند أذان الظهر تسجر جهنم، فإذا زالت الشمس تفتح أبواب السماء، وهو وقت صلاة السنة القبلية فين؟ في الظهر، هذا وقت الصلاة السنة الإيش؟ القبلية، تفتح أبواب السماء عند الأذان عند رفع النداء. هذه كلها مواطن أيها الكرام الفضلاء تفتح فيها ماذا؟ تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء، فينبغي للمسلم أن يهتبل هذه الأوقات. نعم، بعد فضيلتك بعد الأذان الفترة اللي هي أيوة قبل الظهر، هذا حينما تكون الشمس في وسط السماء وقت تسجر فيه جهنم، الله عافينا وإياكم. فإذا زالت فتحت أبواب السماء، قال وأحب أن يصعد لي عمل صالح، قال أهل العلم وهو الوقت الذي تصلى فيها السنة القبلية فين؟ للظهر قبل الإقامة. نعم، وأيضا تفتح أبواب السماء بين الأذان والإقامة، هذه خمسة أوقات فبغي أيوة بين الأذان والإقامة. نعم، فهذه أوقات لا ده مطلقا بين الأذان والإقامة مطلقا، وهذه أوقات ينبغي الإنسان ألا يتركها وأن يهتبلها في الدعاء. نعم، تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادى مناد، هل من داع فيستجاب له؟ يا سلام. هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا أو عشارا أو عشارا، صاحب مكس يعني، أو عشارا هو صاحب المكس والضرائب وهذه الأشياء، وهذه الذي أخذ العشر من الأشياء مكوس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عدي بن حاتم الطائي للنبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح الطائف يسلم، فقال أسلم تسلم ثلاثا، قال إني على دين، قال أنا أعلم بدينك منك، أنا أعلم منك، ألست من الركوسية وتأخذ المرباع؟ الركوسية طائفة من النصارى، والمرباع كان يأخذ الربع من الغنائم، أي ربع هو إيش يأخذ منه. قال يا رسول الله ما يعلم بذلك أحد من قومي، قومي اللي أنا معهم هذول أهل حائل ما يعرفون، ما فين جبت الكلام؟ أكيد من الوحي. فما إلا إيش؟ إلا أنه أسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أتعرف الحيرة؟ الحيرة اللي هي النجف حاليا، هذه هي الحيرة، مملكة كبيرة، المناذرة والغساسنة، ناس كانوا في اليمن في الشام، وناس طالعين ناس مع البيزنطيين وناس مع الفرس، الحيرة هذول كانوا مع الساسانيين اللي هم الفرس. قال لتسيرن الضعينة من صنعاء أو من الحيرة تطوف بالبيت لا يخاف إلا الذئب على غنمه. معقولة؟ قال له نعم. قال له تعرف كسرى؟ قال له كسرى أنا وشروان أيوة. قال له تفتح كل كنوز كسرى هذه. كسرى أنت متأكد يا رسول الله من المعلومات هذه؟ هذا بالنسبة له صعب، كسرى مين هذا؟ هذا كسرى كان ساحقهم كلهم. قال له هتفتح كده ويأتي كل ما فيها. قال ويفيض المال حتى لا يطلبه أحد. مرت الأيام، قال وقد حدثت الاثنتان، شاف الضعينة تطلع من النجف وتروح، وقال وقد كنت في من فتح مدائن كسرى وإني أنتظر الثالثة. وقد حدثت في عهد عمر بن عبد العزيز وغير من الخلفاء، فاض المال حتى ذهب به، كما نقل ذلك في كتاب الأموال للقاسم بن سلام وغيره، يعني قال زوجوا به، قال الناس كلها تزوجت ما حد فاضل يتزوج، قال طيب اقضوا به الديون على الناس، قال كل الناس اقضوا، قال طيب روحوا شوفوا هذول اللي عليهم جزية اقرضوهم وما هم قادرين يسددوا الجزية، يعني اقرضوهم بعدين هم ايش يسددوا بيت ايش بيت المال. قالوا لا كل خلاص. قال اذا انثروا الحبة على الجبال فلا يقال ان طيرا مات في عهد عمر، والحديث فيه انقطاع، لكن هكذا ذكره القاسم بن سلام في كتاب الأموال. انتهينا من الحديث، وصلنا بعد الدرس، أبشر. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الأسئلة اكتبوها وابشروا بعد الدرس حاضر.